هو طبعا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة يعني قضية الإعداد والتخطيط بالتأكيد سوف تكون أفضل، نعم وهذه يعني قضية سنن كونية، أنك أنت تستعد وتعد نفسك وتخطط وتضع لك أهداف، وأهداف حقيقية، تفاؤل نكي، تفاؤل ملموس، تفاؤل مبني على واقع محسوس. المملكة العربية السعودية لديها مركز أبحاث الحج الذي هو يرصد لمدة 6 أشهر كيفية الإعداد للحج، و6 أشهر الأخرى يقوم ماذا حصل في الحج من إيجابيات والسلبيات، بالإضافة إلى اللقاء الذي يتم عادة مع رؤساء وفود حملات الحج للاستماع إلى ردود فعلهم والتغذية الراجعة من خلال ملاحظاتهم على ما حصل في موسم هذا الحج. بالتالي النتيجة التي وصلت لها أخي العزيز عندما قلت في هذا العام التطور هو أفضل من العام السابق، هذه أكيد نتيجة حتمية يعد الله عز وجل بعد توفيق الله عز وجل، بعد منة الله عز وجل بأن وفق المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا أن تخدم وتوظف جميع طاقاتها، سواء الطاقات البشرية أو الطاقات المالية أو الطاقات الفكرية، في سبيل خدمة هؤلاء الحجاج.